الخليفة ما تحكمنا ما نقبل بها وقررنا يا الخليفة ما تحكمنا يا من أسفتكم من دمنا يا الخليفة ما تحكمنا كل العالم خلي يسمعنا يا الخليفة ما تحكمنا بالزواها دي مطلبنا يا الخليفة ما تحكمنا يا خفيف مرق للدم نديك يا خفيف مرق للدم نقولها بحقي واحد الأحد جوابك مرة واحدة يسقط حمل خلي الشعار يدوي وزلزلني هذه الأرجاء نقولها بحقي واحد الأحد اختارك الله لنا قضية لن نسلم الفقيه للدعية قال الإمام المنتظر في نص مسند الخبر حجتي عليكم مرجعية لن نسلم الفقيه للدعية